بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. التدبر والتفكير ده من ديننا؟ السؤال مهم جدا، ولا ده حاجة ملهاش دعوة؟ ده عز ديننا. طيب ده رحمة بينا ولا ده قسوة علينا؟ ده قمة الرحمة. التدبر والتفكر، تفكر وتفكر، ده مهم جدا. سيدنا عيسى عليه السلام طلب من ربنا انه ينزل مائدة من السماء، فربنا قال له اني منزلها، هتنزل، ومن يكفر بعد ذلك اعذبه عذاب لا اعذبه لاحد من العالمين. ليه؟ لان شاف بعينه، شاف بعينه، شاف المائدة بعينه، بعد كده يكفر؟ الله، ده المعجزة. تمام. ديننا كله قائم على الفكر، وبالتالي حسابك على قد عقلك. انت فهمت الحاجة ازاي؟ طب المتخلف عقلي، رفع عنه القلم، رفع عنه، مش هيتحاسب. طب انا واخد دكتوراه، لا ده انا نهاري ابيض بقى، ده انت بتفهم. كيف ما فهمتش ان الخمر حرام؟ كيف ما فهمش ان الصلاة مهمة جدا؟ ماليش دعوة بعقلك انك تقول لي ده الصلاة بتعمل ايه، انما دي نزلت في الكتاب. التفكر والتدبر لو قارنته بالصلاة، الصلاة ذكرت في القرآن تقريبا 67 مرة، وهي اهم حاجة في عبادتنا. يعني عارفين افلا يتفكرون، افلا يبصرون، افلا يعقلون، وجميع الكلمات التي تدل على اعمال العقل ذكرت كم مرة؟ 300 مرة. 300 مرة. كأن الله طالب مني اعمال العقل، وده اللي احنا بنعمله. انت بتاخد شهادة ازاي؟ اعمال العقل. من يدعي ان في حاجات في الدين ودي عايزة عقل، ده ما عندوش عقل، ده ما عندوش عقل. لان اعمال العقل يخليني ايمان تام بالغيبيات، بالغيبيات. يقول لك لا ده انا لازم الاقي لي تفسير لهذا وتفسير لذلك. تفسير ايه يا سيدي؟ انت لما سيادتك تقف في الصحراء، اما سيادتك تقف في الصحراء عينك تجيب لحد قد ايه؟ دي اظن بقى ألف به 3 كيلو ماشي. اي عصاية محطوطة بعد 3 كيلو مش هتشوفها، لان قوة عيني 3 كيلو. ودني بتجيب لحد قد ايه؟ لحد بره. اللي في الصالة هنا بيتكلم هسمعه، طب اللي يتكلم في ميدان الجيزة مش هسمعه، لان قدرة ودني ربنا عاملها. اشمعنى اعترفت بالعين والاذن ولم تعترف بعقلك؟ عقلك له حدود، له حدود. كان واحد دخل معايا في مناقشة بيزنطية، بيزنطية، وانا لما اسجد، شوف بقى خلي بالك ربنا يقول واسجد واقترب، وانا لما اسجد ايه دي بقى؟ انا نازل على السجادة وكده. قلت له بس ايه ده كده؟ ورجل كان ايه للأسف انه متعلم، متعلم مع دكتوراه. قلت له لما بمسك التليفون كده وتك تك 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 تطلع لك مراتك صوت وصورة، ايه اللي حصل؟ قال لي معرفش، معرفش، ما درستش انا علم التليفونات عشان اعرف لما اخبط على التليفون 7 8 3 4 11 0 5 يطلع لي مراتك. معرفش، معرفش ايه اللي حصل. قلت له طيب وانا ده لما بيلمس الارض معرفش ايه اللي حصل، لان مش في علمي. يا عقل قف عند منتهاك، انت لك حدود. ايه هي الحدود؟ افكر في الكبد اشتغل ازاي والكلى، انما الصلاه بتعمل ايه مالكش دعوه. غيبيات مالكش دعوه بيها خالص، اسراء ومعراج مالكش دعوه بيه خالص. انا اصدقه لانه ذكر، ومصدقه لان ده الرسول، القران اللي قاله. انما هتيجي تناقشني في كده، اعمال العقل مهم جدا.
لكن الصدام بيحصل فين؟ مع الغيبيات. اعمال عقل مطلوب 300 مرة، ربنا بيطلب انك تفكر. يعني ما بقعدش معاك واقعد اقول لك، هقول لك حسامية تفسير العقلي، ده اعمال عقل، وممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، لكن لازم اشغل عقلي واشغل مخي. ده المطلوب منك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه هي الأمانة دي؟ إيه اللي خلى الإنسان يتظلم غير عقله؟ الأمانة هي العقل. إنا عرضنا الأمانة على كل حاجة خافوا، حملها الإنسان، ظلم نفسه بجهله إنه كان ظلوما جهولا. برضو ده والله يعلم، لأن في ناس من رجال الدين بيقولوا لا الأمانة حاجة تانية. أنا رأيي كده أن الأمانة هي العقل اللي هتتحاسب عليه. أنت ستحاسب على قدر فهمك وعلى قدر عقلك. عشان كده أنك تسأل ده مهم جدا جدا. واحد لسه بيبتدي، احنا نتوضى ازاي؟ اسأل، مفيهاش عقل دي بقى، اسأل. نتوضى كذا وكذا وكذا، والمسح على الرأس جزء من الوضوء، وزي لم تعمله كذا. عشان كده خلافاتنا كلها يا اخوانا في نقطتين مهم جدا، الفرق بين الشريعة والفقه. هو ده اللي عامل الكارثة في العقل، كارثة. الشريعة والفقه، الشريعة ما شرع الله، والفقه ما اختلف فيه العلماء. واضحة جدا. مثال، جزء من الوضوء ان تمسح برأسك، وامسحوا برؤوسكم، خلاص لا وضوء من غير مسح على الرأس. واحد قال ايدك كده بس، والتاني قال ايدك رايحة جاية على رأسك، والتالت قال شعرة واحدة كفاية. ده فقه، ده فقه. يبقى في شريعة وفي فقه. الشريعة ما شغلش في المخ خالص، انما الفقه اشغل في مخي. انا هفكر والله لو مشيت ايدي على راسي كلها افضل ولا اللي بيقول شعره، وخد اللي انت عايزه. ده عالم وده عالم. ليه الفقه نفكر فيه؟ لان اي انسان يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ اي انسان. استنوني بعد الفاصل نكمل هذا الحديث الشيق. قبل الفاصل كنا بنقول في قضية هامة جدا جدا تهم ولادنا كلهم اللي بيذاكروا، اعمال عقل. المذاكرة اعمال عقل، لو ما ذاكرتش تبقى مقصر، مقصر يعني ربنا هيغضب عليك. فتذكر ان المذاكرة جزء من دينك. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسار الله عمله. فده اللي ما بيذاكرش زعلان منه جدا جدا جدا. يعني جات لنا رسائل كتير، منها رسالة مهمة لأن مفهوم خاطئ. أنا دايما بختار الرسائل اللي صلح بيها مفهوم عند الناس دايما. لو تلاحظوا يعني أحيانا بنتي 10 سنين، سنها 10 سنين، طبعا ده سن مهم. أحيانا ضربات قلبها بتبقى سريعة، يوم ويوم لا، خصوصا بالليل. عملنا تحاليل لقينا نسبة روماتيزم على القلب بس مش كبيرة، بسيطة، علما بانها شايلة اللوز وهي صغيرة. وبعدين بقيت الرسالة طبعا أدوية وكلام من ده مش مسموح لنا نقوله أو ما يصحش نقوله، لكن أنا حقف عند كلمة عملنا تحليل طلع عندها روماتيزم على القلب. هذا جهل، هذا جهل. حذاري تقولوا الكلمة دي تاني. في تحاليل بتقول لي حاجة، طيب تعال نشوف ايه الحاجة اللي بتقولها دي، ويعني مفيش اي مشكلة ان احنا ناخد فيها العشر دقايق جايين لانها مهمة جدا. هي ايه نظريات الحمى الروماتيزمية؟ والله هو مرض غير معروف. الحمى الروماتيزمية مرض غير معروف، لكن هناك في الاربعينات 1940 41 42 في الحدود دي، عالم ألماني أشار إلى العلاقة الوثيقة بين التهاب الحلق، مش
شرط اللوز والحمى الروماتيزمية، أشار إلى هذا. وكان معتقد إن الميكروب اللي هنا بيخش على القلب. قالوا لا، ده أنت غلطان، غلطان تماما، لأن لما بيجي لي التهاب في الحلق قلبي يتأثر بعدها بشهر. طب كان هيتأثر ساعتها؟ طب اللي ماتوا من الحمى الروماتيزمية لا قدر الله وشرحنا قلبهم ما لقاش فيها ميكروب خالص خالص. ففي علاقة أشار إليها هذا العالم، عالم جبار، قال لا، الحمى الروماتيزمية لها علاقة بميكروب بيجي في الحلق. قلنا له تمام، مصدقين. تغيرت النظريات من واحد بيقول لك الميكروب بيخش في الدم ويروح القلب يبوظه، لواحد قال لك لا، ده ما ينزلش، ده سموم الميكروب اللي بتروح. طب لما هي سموم ميكروب، طب ما تحصل في نفس الوقت. انا جالي دور التهاب حلق يوم السبت، يوم الحد يجي لي حمى روماتيزمية، مش بعدها بشهر، بعد ما خف. الى ان ثبت نظريات كتيرة جدا جدا ان هذا الميكروب بيغير الجهاز المناعي، وجهاز المناعي يطلع اجسام مضادة تحارب القلب، بتاخد لها شهر عشان ده يحصل. التحليل يا اخوانا، اولا الحمى الروماتيزمية تشخيص اكلينيكي اي سريري، مش معملي خالص. المعمل يساعدني، ورسم القلب يساعدني، والايكو يساعدني، انما الاصل على السرير والعين على السرير. يشخص حمى روماتيزمية، عندنا حاجات كتير تشخص التهاب المفاصل، البقع الحمراء اللي على الجلد، الحتت اللي زي الحمص، الحركات اللا إرادية، التهاب القلب. إذا سيادتك بتقولي إن عملتي تحليل بتاع الحمى الروماتيزمية طلع إيجابي، مين قالك ده؟ ده التحليل ده يدل على وجود التهاب في الحلق حديث. مش بتتكلمي على ASOT، وبتتكلمي على CRP، وبتتكلمي على سرعة الترسيب، يدل على ايه الثلاثة دول؟ التهاب حديث قريب في الحلق. بمعنى لو واحد جاله دور لوس ولا علاقة له بالقلب ولم يؤثر اطلاقا، وعملت له الثلاثة تحليل دول هيطلعوا ايجابيين. لماذا؟ لان هذا التحليل بيقول لي خلي بالك يا دكتور ان في ميكروب معين، بكتيريا معينة هي اللي بتعمل هذه المشكلة بس، انما دي حمى روماتيزمية. اسف. طب التحليل مع رسم قلب، مع ايكو، مع كشف اقول لك دي حمى روماتيزمية. مفيش حاجة يا بنتي خالص اسمها تحليل حمى، ده تحليل بيساعدني. طيب ويساعد في ايه كمان؟ واحد شخصته حمى روماتيزمية والتحاليل التلاتة عاليين، اتابعه بيهم. بمعنى عشان ارجعه المدرسة تاني واقومه السرير، يكون التحاليل دي رجعت الى اصلها. انما التحاليل دي بتعلى في حاجات كتيرة جدا جدا. تاب حل، اقول لك مفاجأة اكتر، صباعك مدوحس، شوية صديد حوالين الضفر، يعلوا التلاتة دول. الناس ربطت سرعة الترسيب والسي ار بي اللي انتوا كلكم عارفينه دلوقتي عشان الكورونا، والاي اس او تي، كل ربطوا دول بالحمى الروماتيزمية. مين قال كده؟ مين قال كده؟ الثلاثة دول لا يعني سوى التهاب حديث في الحلق او في اي مكان في الجسم. يعني عنده التهاب في المثانة بالميكروب اللي كان بيجي في الحلق، هو يدوك الثلاثة دول يعني. يبقى الثلاثة دول يا بنتي هي اسمها ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز، الثلاثة دول لا يعنوا اطلاقا حمى روماتيزمية، وتبقى انت ظلمت بنتك، ظلمتها اذا قلت دي حمى، لان ده له كاتيجوري تاني خالص خالص، قصة تانية بتاتا عن ان انا اتكلم على واحد عنده التهاب حلو. المشكلة يعني هنجيب الناس اللي عندها لوز ونعملها التحليل ده هيطلع عالي؟ كل دول عندهم حمى روماتيزمية. الحمى الروماتيزمية مرض غريب غريب، تفسيراته كثيرة. بيجي لمين؟ بيجي بين 5 و15 سنة.
نادر بعد 25 سنة، نادر أشوفه. وبالتالي أنا خلي بالي إن أنا ما بقاش أتكلم كلام بيتردد في الشارع وهو مش صح، هو مش صح. واضح يا أيمن؟ واضح يا حبيبي أيمن عبد العزيز. بنتك إن شاء الله سليمة، بس هنعمل كل الأبحاث التي تستبعد أن يكون هناك حمى روماتيزمية فعلا، أهمها الكشف. واحد يكشف عليه كويس جدا، الإيكو إذا كان كويس يساعدني، رسم القلب كويس يساعدني. عايز إيه كمان؟ بعد الفاصل. على فكرة يا أيمن، يا صاحب الرسالة اللي قبل الفاصل، أنت مش أنت لوحدك، ده مفهوم مالي مصر، ماليها. أنا عامل تحاليل حمى روماتيزمية، مين قال لك إن دي تحاليل حمى روماتيزمية؟ مين قال لك كده؟ ده ولا تحليل إلى الآن طلع لنا يخص الحمى الروماتيزمية. العلم ما طلعلناش. العلم طلع لنا تحاليل تقول في التهاب بالبكتيريا فلانية لها اسم في الحل، في الامعاء، في الماء، اي حاجه هيطلع عادي خلاص. مين قال لك ان هذه البكتيريا عملت لك حمى روماتيزميه؟ مين قال كده؟ حمى روماتيزميه تشخيص اساسا سريري اي اكلينيكي. طب والباقي ده كله مساعده، يساعد في التشخيص، الايكو، رسم القلب، المعامل تساعدني، اشعه، كل ده يساعدني، الرنين نشوف العضله بتاعه القلب والصمامات. انما انت تاخد المعمل تمسك ورقه تقول بنتي عندها، ده ظلمتها ظلم بين. الرساله اللي بعد كده، اسلام محمد شلبي، اسلام محمد شلبي بيقول مقدمه جميله جدا. اسلام شلبي، لو سمحت يا دكتور، انا 25 سنه غير مدخن. برافو، نرفع القبعه، برافو عليك. مريض ضغط منخفض وماشي على برشام كذا، لو ما خدش البرشامة يوم واحد بينزل الضغط. والكلام ده بيكمل الرسالة على انه مريض ضغط واطي. هنا برضو عايزين نصلح مفهوم، نصلح مفهوم، ومفهوم مهم جدا جدا جدا. الضغط هي الارقام ايه؟ ارقام الضغط الطبيعي ايه؟ عندنا في الطب مجموعة كبيرة جدا محطوطة تحت مظلة دول مرضى ضغطهم واطي، والتشخيص غلط، التشخيص غلط. أرجو الله أن يكون إسلام محمد شلبي منهم. تشخيص غلط. لماذا؟ هو الضغط الطبيعي كام؟ 120-80. الضغط الطبيعي البسط 120 والمقام 80، ده اللي الناس كلها عارفاه. جميل. ابحاث اتعملت في الولايات المتحدة على الضغط، على الضغط، ابحاث كثيرة جدا جدا جدا، وطلع لنا بقنبلة، قالوا 120-80 هو الطبيعي ولكنه ليس المثالي. وبالنص كده في البيبر 120-80 is the normal but not the ideal. مش ده الضغط المثالي. طب يا اخوانا قولوا لنا الضغط المثالي، قالوا تحت كده بشويه. ففي ناس تلاقي ضغطه 110/70 بس، انا عندي ضغط واطي. لا خالص، ده انت ضغط مثالي، مثالي 120-80 الطبيعي، 110-70 ده مثالي، ده ضغط ما شاء الله عليك. ارجو الله انك تكون من المجموعه دي اللي هو ضغط الاقل من 120-80 لكن مش ضغط. انما ضغط واطي ده احنا عندنا منه مشاكل كثيره جدا، بس بشرط ان تكون ضغطك واطي فعلا. عندنا اختبار مهم جدا، الضغط بيتدخل فيه عصب اسمه العصب العاشر او الحائر. عندنا ضغط، الضغط اللي في الجسم بيتدخل معانا عصب مهم جدا لضبطه كويس جدا جدا، اسمه العصب العاشر او الحائر. ساعات يشتغل غلط،
العصب العاشر او الحائر يشتغل غلط. بنكشفه ازاي؟ بتغيير وضع العيان، تغيير وضعه، نقوم نقول اه ده فيه غلطة في العصب العاشر، في حاجة اسمها اختبار المنضدة المائلة، اختبار المنضدة المائلة بالانجليزي تي تي تي، ثلاثة تي ورا بعض، ده اختبار المنضدة المائلة، نعمله له. إذا طلع إيجابي يبقى العصب العاشر ملوش حق، ملوش حق، يا راجل سايب الراجل ده، ده أنتوا حبايب، ونبتدي نديله علاج. إذا كان اختبار المنضدة المائلة إيجابي، العلاج مش زي الجيم، الجيم أهم. الولاد دول لما يبتدوا يتحركوا ويحرك يصلح العصب العاشر، يصلحوا يعني عيانين بقى تاخد مسخ، يعني كمية ضحك. اكتب له على الروشتة انك تراجع، ايه يا دكتور اكتب لي دواء؟ لا، احنا بنكتب دواء ده رقم اتنين، انما اسلوب الحياة ده رقم واحد. فالضغط الواطي يا اسلام ممكن جدا يكون يعني غلطة في العصب العاشر او الحائر. تعرفها ازاي؟ روح اعمل بكرة اختبار منضدة مائلة. طبعا مش واحد، مش هتعمله من نفسك، هيتكشف عليك الاول ونشوفك لائق لهذا الاختبار ولا لا. ما حدش يعمله من نفسه، لانه ساعات يدوخ وساعات يرقق قيء. هنعمل هذا، اذا كان ايجابي نتعالج بالادوية اللي انت قلت عليها، ثم الجيم. ضغط واطي قد يكون مرض خطير، خطير. مش بخوف اسلام، اسلام كويس شكله كده ما فيهوش حاجه خالص، بيتدلع، لكن قد يكون مرض خطير. مثال، الكلى مش عارفه تمسك الصوديوم، مش عارفه، الصوديوم بينزل، بتيجي بعد ما يكون واحد عنده حصوه وتفك، يعني حصوه في الحالب الناحيتين وفكت، الكلى تفقد كميه صوديوم غير عاديه. الصوديوم اساسي عشان الضغط. يجي لي عيان على الاستقبال في المستشفى او في العنايه المركزه ضغطه واقع، اقيس له الصوديوم الاقيه واقع. الصوديوم الطبيعي لازم يبقى حول 135، تلاقيه مثلا 120 122. ده وللعلم تصليح الصوديوم بسرعه خطر جدا. شوف الصوديوم واطي اهو، ممنوع اصلحه بسرعه لانه اثر على جزء في المخ خطير. فده احد اسباب الضغط الواطي. الضغط الواطي قد يكون ظاهرة لمرض، احتشاء عضلة القلب، احتشاء عضلة القلب. واحد جاله لا قدر الله انسداد شريان تاجي والعضلة باظت، الضغط بيقع، ضغطه بيقع. بس دي حالات واضحة جدا، مش اسلام، مش رايح جاي، ده في المستشفى. فاهم يا اسلام؟ الضغط الواطي مش حاجة سهلة، ده عايز دكتور كويس عشان يقول لك ايه. افكركوا تاني باعمال العقل، وانبه بيه كويس جدا جدا مجموعتين. مجموعة مش عايز يشغل مخه خالص، اي كلمة تقال لك فكر فيها. والمجموعة التانية الطلبة، اعملوا عقلكم وذاكروا كويس جدا جدا عشان حب بلدنا تنط فوق بالعلم والعزيمة واعمال العقل. نلتقي باكر ان شاء الله.